سارة، بما أنه وصلنا تقريباً نحن 10 أيام متزوجين، ليش رأيك بالحياة الزوجية بكل صراحة يعني عشان البنات يعني؟ زواج شو؟ أول شيء متشنططين بالشوارع وعايشين بالسيارة وبيت ماشو شوفي العسل شو بتكون فيها هذول كله حكي فاضي. أنت شو رأيك بالزواج؟ لا اسمع، أنا رأيي أنا رأيي كمان شباب لا أحد بده يتزوج، أهرب أهرب. الزواج خربان بيت، صرت انام بالسياره من وراهم، العرس كله قلتوا لي انه انا مسحي مع ساره تيل. شوف مش كما فيك تقولي بس وجرحتيني في ضحكك وابدو لامك. لا تستاهل. شو اشكال هاي؟ هاد شكل واحد راح شهر عسل. شهر عسل شو اصلا؟ اليوم الاكل كوسه محشي مع بطيخ، اكل حمويه. سمعت صح؟ اجربها، هاي اول مره بجربها. هاي المره تبعي، هاي شوربه الكوسه. شوربه لب الكوسه. هاي لب الكوسه. وهاي كوسه بدبس رمان. الله.